مشروع الوقود البيئي أحد أهم المشاريع الحيوية اللازمة لقطاع التكرير في دولة الكويت. يهدف هذا المشروع إلى تحديث وتحسين مواصفات المنتجات البترولية واختراق الأسواق العالمية والمنافسة بمنتجات عالية الجودة، سعيا طبعا نحو مرحلة جديدة من الصناعات التكريرية النفطية بالبلاد. قفزة كبيرة حققتها شركة البترول الوطنية الكويتية عام 2014 عندما وقعت عقود مشروع الوقود البيئي لتبدأ المرحلة الثالثة بعد مرحلة التأسيس في الستينيات من القرن الماضي، ومن ثم عملية التحديث في الثمانينيات، وتدخل الآن مرحلة جديدة تضع الكويت في مصاف الدول في صناعة التكرير. المشروع أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في خطة التنمية، وهو عبارة عن تطوير وتوسيع كل من مصفات ميناء الأحمدي ومصفات ميناء عبد الله لتصبح طاقتهما التكريرية الإجمالية 800 ألف برميل يوميا، وسيتم ربطهما معا ليصبحا مجمعا تكريريا متكاملا يتمتع بالمرونة بشكل يمنحنا القدرة على الإيفاء بالمتطلبات المتغيرة للأسواق العالمية والمحلية من المنتجات البترولية المختلفة. أهداف عدة مرجوة من المشروع، مثل تحقيق قيمة مضافة للثروة النفطية عبر تحويل زيت الوقود ذي المحتوى الكبريتي العالي إلى منتجات بترولية عالية الجودة بما يحقق العائد الأمثل للاستثمار. ومن أهدافه أيضا الاستخدام الأمثل لمرافق مصفات الشعبة وخلق فرص عمل جديدة للعمالة الوطنية وتعزيز وتشجيع التنمية الاقتصادية المحلية. 75% هي نسبة الإنجاز في المشروع، ويتوقع انتهاء العمل منه في منتصف 2018 بتكلفة قدرها نحو 4 مليار و700 مليون دينار كويتي. تحديات وعقبات تقف في طريق التنفيذ، أبرزها تسهيل وصول الأعداد اللازمة من العمالة الفنية المطلوبة في هذه المرحلة، فهل سيتم تذليل هذه التحديات من الجهات المعنية ويرى المشروع النور في موعده؟ وحول هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا الأستاذ محمد فاضل أبو عباس، رئيس فريق تنسيق المشاريع للوقود البيئي. نصبح عليك بالخير أستاذ محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أود أن أشكر برنامج العالم هذا الصباح من تلفزيون دولة الكويت لاستضافتي الكريمة لإتائي وإعطائي الفرصة لتقديم نبذة بسيطة عن مشروع الوقود البيئي. حياك الله معنا، احنا يعني مستانسين انت معنا بالاستوديو اليوم. مشكوره ما قصرتي. جميل استاذ محمد، راح نتكلم عن هذا المشروع. المشروع يعتبر من المشاريع الجديده او ما يسمى بالوقود البيئي، يعني علم جديد او يعني لم يكن موجود في السابق او بدينا نتطرق اليه. الناس ودها تعرف خاصه غير المختصين ما معناه الوقود البيئي. جميل. بسم الله الرحمن الرحيم. مشروع الوقود البيئي هو أحد المشاريع العملاقة لشركة البترول الكويتية، وهذه الشركة تعتبر أحد الشركات التابعة لمؤسسة البترول الوطنية. جميل. الكويتية. وهذا المشروع بحد ذاته يعتبر مشروع عملاق وضمن استراتيجية ورؤية المؤسسة لتطوير القطاع النفط الكويتي وبالأخص قطاع التكرير لاستيفاء متطلبات الأسواق المحلية والأسواق العالمية. بتوفير منتجات عالية الجودة كما ونوعا وتلبية جميع المتطلبات والارتقاء بالأداء الفني والبيئي والاقتصادي مع مراعاة جميع مقاييس ومعايير السلامة. نعم. حضرتك أستاذ محمد قلت أن المشروع عملاق. نعم. فأكيد أنه مقسم إلى مراحل. صحيح. ودنا نعرف كم مرحلة وبأي مرحلة أنتوا حاليا؟ زين جميل. يمكن هذا المشروع قبل أتكلم على المراحل خلت أتكلم على حزم المشروع نفسها. نعم. المشروع في عدة حزم، بس لو أتطرق على أكبر ثلاث حزم موجودة. الحزمة رقم واحد هي ميناء عبد الله، أو خل أقول المشروع ككل قيمته الرأسمالية 4700 مليون دينار كويتي، مقسم إلى ثلاث حزم رئيسية. الحزمة رقم واحد ميناء عبد الله تكلفتها 1070 مليون دينار كويتي، وتم ترسية العقد على تجمع أو تحالف مقاولين عالميين بي اس سي جي بقيادة بتروفاك البريطانية. كذلك
في الحزمة رقم 2 لميناء عبد الله وقيمتها 960 مليون دينار كويتي، وتم ترسيت العقد على تحالف العالمي لشركة أو شركات FDH بقيادة فلور الهولندية. والحزمة الثالثة الرئيسية وأكبرهم حزمة الأحمدي بمبلغ 1360 مليون دينار كويتي، وتم ترسيت العقد على تحالف JGSK بقيادة JGC اليابانية. خبرات عالمية ما شاء الله من خلال مؤهلين. يعني مؤهلين أصحاب يعني راح يقدمون جودة عالية. نعم. أنا ما يهمني في هذا الموضوع أستاذ محمد ألا وهو أن هذا المشروع لا شك بأنه يعتبر فرصة وفتح سوق ووظائف قد تكون مثلا قادمة إن شاء الله لكوادر الشباب الكويتي الخريجين من التخصصات التي تتناسب مع هذه المشاريع في صحيح. جميع الحقول. فهذه المشاريع العملاقة ما هي أنواع التخصصات التي سوف تخلقها بحيث أنها تكون هناك فرص عمل قادمة للشباب الكويتي؟ جميل جميل. كون هذا المشروع مثل ما ذكرت لكم مشروع كبير عملاق ذو ميزانية ضخمة ويحتوي على عدد كبير من وحدات التصنيع، تم تقدير عدد الوظائف اللي محتاجينها عند تشغيل المشروع ب1100 وظيفة إن شاء الله ستكون تفتح المجال 1100 تفتح المجال للعمالة الوطنية. جميل. كذلك ارتأت الشركة إنها حق مقاولين الصيانة، مقاولين الدعم الفني والخدمات، كذلك 25% من العمالة لهؤلاء المقاولين سيتم تخصيصها للعمالة الوطنية. الآن من ناحية نوعية الوظائف، احنا ممكن نقول جميع أنواع تخصصات الهندسة الميكانيكية، المدنية، البترولية، الخدمات المساندة، كذلك هذول الأشخاص يحتاجوا لهم HR، الدعم الفني، شؤون الموظفين، الرواتب، الصيانة، المخازن، كل أنواع. ممكن نقول يعني the full spectrum هو جميع أطياف الوظائف الزين ستفتح لهذا المجال. تقريبا بالإضافة راح تفتح الفرصة. بالإضافة الوظائف في شغلات ممكن نقول غير مباشرة، لأن المشروع نفسه راح يساهم في إنعاش الاقتصاد المحلي والقطاع المحلي بالذات. حتى بدون ما نكون نقول ننطر المشروع إنه يبدي إن تشغيل المعدات نفسها أو بدأ عمليات تشغيل، أثناء تنفيذ المشروع تم تخصيص مبلغ 20% من المبلغ الكلي للعقود. احنا قلنا العقود كلها 4700 مليون دينار كويتي، 20% من هذا المبلغ تم إلزام المقاولين الرئيسيين بتخصيصه حق القطاع المحلي الكويتي، سواء بالمشتريات أو الخدمات المساندة أو مقاولين الباطن الذين يقومون بالأعمال الإنشائية. جميل. أستاذ محمد، أنت الشركات المساعدة ذكرتها شركات يابانية، هولندية، بريطانية. نعم. شركات لها اسمها ولها خبرتها. شنو نقدر احنا نستفيد بشكل مباشر أو غير مباشر بحيث أن كوادرنا البشرية، طلبتنا أنهم يستفيدون من وجود هذه الشركات، حتى أن الشركات عقب ما تنفذ المشاريع وتمشي نكون احنا مثلا استفدنا حتى من باب الخبرة نتيجة المشاركة. ما شاء الله شيء جميل، تم الاستفادة زين بالخبرات هذه. بالواقع حطينا شروط مع جميع العقود أن نختار عدد معين من الشباب الكويتي حديثين التخرج الذين التحقوا بالقطاع النفطي يبتعثون للشركات هذه، المكاتب الهندسية بالهيد أوفيس بالمراكز الرئيسية في دولهم، فترات مختلفة 3 أشهر 6 أشهر، ويعينون ترينينج مانجرز يعني مدير تدريب لهم يسوي لهم برنامج كامل. جميل. زين، يبدي من التعليم الأكاديمي إذا انخراطهم بالعمل ويعطونهم أسايمنت أو مهام يمارسونها. وإحنا زين، وأنا كدوري كرئيس فريق كنت أحد مهامي أتابع مدى تعلم هؤلاء الشباب اللي تم إفادهم للمكاتب الخارجية ويقدموا لي تقارير زين دورية، وقدم بذلك التقارير الدورية حق رؤساهم بالعمل بمدى الاستفادة الفعلية من هؤلاء المهندسين الذين تم ابتعاثهم للشركات. هذا غير أن الشباب نفسهم اللي موجودين بالمشروع أثناء التنفيذ قاعد يتعلمون، قاعد يشوفون تكنولوجيا جديدة، قاعد يشوفون معدات مواصفات
تمر عليهم مشروع بهذا الحجم ما مر تاريخ الكويت. شيء جميل. وهل هناك أي تحديات أو عقبات قاعد تواجهكم يعني؟ التحديات موجودة بكل مكان. هذا مشروع الدولة وبالكويت مو معتادين على المشاريع، مو الميجا بروجكت اللي هو الجيجا بروجكت مثل ما يقولون بالالاف الملايين، مشروع عملاق. مشروع عملاق. واجهنا تحديات في البدايه، بس ما شاء الله التنسيق مع مختلف جهات الدوله. طبعا الجهات الحكوميه منها الوزارات والهيئات والمؤسسات. واجهنا مشكله العماله. تقدر العماله لهذا المشروع 60,000 عامل. زين، استطعنا ان نحضر 40,000 في الوقت الحالي، وهم بالازدياد في ذروة المشروع نوصل ل 60,000. صار الفيز الإقامات زين والإجراءات الإدارية ما شاء الله. الهيئة العامة للقوى العاملة تنسيق مباشر معنا، زيارات ميدانية يجولنا نزورهم، خصصوا مكاتب وكمبيوترات وورك ستيشن خاصة حق المشروع علشان بوقت قياسي يصدرون العدد الكم هذا الكم الهائل من الفيز والإقامات. نعم. كذلك عندنا المعدات في المشروع هذا، الحزب رقم واحد ما يقارب 80,000 طن من المعدات علشان دخلها الكويت عن طريق مؤسسة الموانئ، عن طريق الجمارك. زين، ما شاء الله ذللوا جميع المصاعب لدرجة أن قاموا بتعديل بعض البوابات والطرقات عشان بس تخلي هالمعدات الثقيلة الكبيرة تطوف. اللي بعضها توصل وزنها 1,000 طن تطوف بالطرقات. وزارة الداخلية، الصحة لازم كل واحد خلي الكويت قبل تطلق الإقامة يكون له كشف صحي. كيف صحي؟ جابوا موظفينهم وفتحنا مكتب صحي في الموقع نفسه. برافو. عشان ما نخلي هالين 40,000 يروحون هالمستشفيات، يروحون العيادات ويسوون زحمه الناس يجون عندنا. ذللت. وتعاون جميل نبدع ما يكون من قبل جميع مؤسسات الدوله. استاذ محمد فاضل ابو عباس، رئيس فريق تنسيق المشاريع الوقود البيئي، نشكركم على حضوركم، نتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله، وان هذا المشروع يرى النور وتكون هنالك بالفعل فرص عمل قادمه لابناء الكويتيين. شكرا جزيلا. ما قصرتوا على استضافتكم، ونشوفكم مرة ثانية إن شاء الله نهاية المشروع أثناء التشغيل. إن شاء الله. شكرا جزيلا. جواك الله. تسلم.